واحدة بتقول انا عنيدة جدا مع ابي وامي ودايما تريد ان اظهر انني انا الصح وهم غلط، واحب دايما الظهور، مع العلم اني في فترة المراهقة ولم استطع التخلص من العناد. ما لو العناد فضل معاك مش هتتجوزي. طب ابوك وامك احتملوك، لكن في راجل يجي ياخدك ويحتمل العناد ولا حاجه، ده يطلعك قبل ما يتجوزك. اوعى تفتكر ان العناد يدل على قوه شخصيه، ده انت فتاه لسه صغيره، مفروض الفتاه تتصف بالانوثه والانوثه تتصف بالرقه وباللطف. في حاله عنادك لا رقه ولا لطف ولا انوثه، بتسترجلك، وده مش كويس علشانك.